رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. عالم الفن والرسم يحتاج إلى شخص مبدع ومتميز فنياً. ضيفتنا في هذه الفقرة استطاعت أن تنقش بفرشتها وألوانها أدق تفاصيل الجمال. هي عاشقة للفن والجمال والأناقة، خبيرة تجميل وفنانة تشكيلية تتعامل مع وجه المرأة كلوحة فنية رائعة. ضيفتنا الخبيرة المبدعة خبيرة التجميل الكويتية ريم المطوع. صبحك الله بالخير وحياك الله معنا. سرور حبيبتي، بعد قلبي مشكورة ما قصرتي. أشكركم على استضافتي في برنامجكم، وكل شرف أني أكون معكم ضيفة في تلفزيون الكويت. أيضا احنا يشرفنا تواجدك معنا. راح نتعرف أكثر على موهبتك وعلى آخر سرعات الموضة الخاصة في الميك اب، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. يعني من طلع التقرير اندمجنا احنا بنات، لأن نحب شغل المكياج، وفعلا الوحدة اليوم تحب دائما تطور من نفسها. والشيء الجميل أنك ما شاء الله عليك، يعني كنتي ولا زلتي فنانة تشكيلية، وانتقلتي إلى عالم متميز، وأحس أنه هو مشابه الصراحة عالم المكياج والأمور هذه الجميلة. دور الأهل والوالدة الله يحفظها ويطول بعمرها إن شاء الله، أتوقع هي اللي شجعتك على هالموهبة. أكيد أكيد، الفضل الصراحة يعود حق أمي وأبوي من بعد الله سبحانه. الله يخليك. أمي هي اللي اكتشفت هالموهبة فيني من الصغر. أول شيء كانت الفن التشكيلي. أي. ما قصرت، دخلتني كل دورة تقدر تدخلني إياها، كل معهد تشكيلي قدرت أدخله، شاركت في معارض وايد. من بعدها بعد ما كبرنا شوية فتشينا صالون، واقترحت علي، قالت لي أكيد اللي يعرف يرسم شو ما يعرف يحط ميك اب وكذي. واقترحت علي قالت لي يعني اخذي لك كم دوره ميك اب وبلشي تحطين في صالونك. وهذا اللي صار صح، خذيت لي كذا دوره ميك اب واللي وصلت للحين من بعدها ومن فضلها اكيد. نعم. ريم، كونك فنانه تشكيليه وخبيره تجميل، اكيد لك نظره مختلفه عن اي خبيره تجميل ثانيه، لان يعني اساسك هو الفن والالوان. احس ان دائما لك نظره في الالوان، دمج الالوان، كل هذه الامور ايش كثر ساعدتك انك تاخذين اول خطوه في عالم المكياج؟ اول شيء كل خبيره تجميل اتوقع صاجه لها بصمتها في الميك اب ولها ستايلها الخاص في الميك اب. بالنسبه لي انا كوني ان انا كنت ارسم قبل وفنانه قبل، اهتم وايد للتفاصيل، نظافه الميك اب، دقه الميك اب، طريقه دمجي للالوان وايد بالنسبه لي تكون مهمه. أي. عشان تعطيني الشكل النهائي، الفينشينج الحلو، الميك اب الحلو. بالنسبه لي هذه اساسيات الميك اب، ان ضبطت بالميك اب، الميك اب راح يعطيني الفاينل لوك او الفاينل فينش، راح يكون حلو ومتالق ونظيف. بعدين كل واحده حسب نظرتها بالنسبه لوجه المراه، يعني مثلا في معايير معينه كل واحده تشوفها مختلفه عند الثانيه، شنو هي المعايير تحبين تركزين عليها اكثر وتشوفينها حلوه بالمراه تحبين تبرزينها بالمكياج؟ اول شيء بالنسبه لي لمعايير الجمال، الجمال لازم يكون داخلي، يعني جمال الروح، الثقة بالنفس. الثقة بالنفس إذا مو موجودة ما راح، لو شنو البنية تقاطيعها حلوة، إذا هي ثقتها مزعزعة في نفسها ما راح يبين عليها الجمال. دائما الداخلي يعكس الخارجي، يعني مو مقتنعة كلش. إيه إيه. إيه. ساعات بنات وايد يجون يحطون ميك اب ما شاء الله تقاطيعهم وايد حلوة، بس تلاقينها هي شاكة أو ما عندها، تغيري ملامحها. إيه ما عندها قرار، ما تقدر تتخذ، ما تدري شنو تبي. هذا الشيء دائما يخرب على البنية. أي. طبعا هذا من الناحية قاعد اتكلم عنها ان اوفرول، يعني من ناحيه، اما الناحيه المهنيه لا، انا عندي بالنسبه لي اساسيات ان الجمال والانثى شكلها يكون حلو، بشرتها اذا بشرتها ممتازه وزينه راح يعكس الميك اب حلو، راح الفاونديشن يبين معي حلو، تغطيتها راح تطلع حلوه، شكلها راح يصير متالق، راح يعطيني لوك صحي، لوك هيلثي، اشراقه حلوه. يعني البشره عندك اهم شيء. اهم شيء اكيد، اهم شيء اهم شيء. بالنسبه للمكياج طبعا عالم كبير، عالم المكياج، فمكياج التلفزيون عن المكياج السينمائي والمكياج العادي اكيد في فرق ما بينهم. اكيد اول شيء اذا بنفرق بين، طبعا كل واحد يختلف اختلاف كلي. ميك اب التلفزيون يحتاج كاميرات، في كاميرات، في اضاءات، في ظروف مختلفة، فتغطية الفاونديشن لازم أكيد تصير تغطية وايد زينة، تختلف عن الميك اب اليومي. أما المكياج السينمائي
هو مكياج يعتمد على ترى دور الممثل. صح. خلينا نقول اذا الدور ريال عود لازم يكون تقاطيع او ملامح لوي شوي تختلف، اذا مثلا رجل فقير لازم هم ملامح لوي وميك اب تختلف، يعني كل التفاصيل تختلف، يعتمد على دور الكاركتر هو نفسه في الـ في الـ في التمثيليه خلينا نقول تحدد لي هي نوعيه الميك اب. اما الميك اب اليومي طبعا يختلف اختلاف كلي، طبعا اشياء يعني يكون اقل تغطيه اقل، احنا ما راح ندمر مشرتنا كل يوم بالفاونديشن، ولا راح يصير ميك ابنا ثقيل ولوك وايد قوي نفس الميك اب اليومي سوري نفس ميك اب التلفزيوني او الميك اب السينمائي. نعم. الحلو فيك انك جربتي كل هالمجالات ما شاء الله عليك، يعني وانت فنانه تشكيليه احس انه دائما لك نظره مختلفه عن باقي مثلا خلينا نقول الرسامين، يعني اذا فنان بس من غير ما يدخل عالم التجميل يكون مختص بس بوظيفته، لكنك انت ما شاء الله تنوعتي في هالمجالات. طيب انا اللي اشوفه اليوم بالنسبه حق البنات يحبون النو ميك اب، يعني كنا مو حاطه ميك اب لكن هي تكون بالاساس حاطه فول ميك اب، يسمونه النو ميك اب ميك اب. اي هو ترند وموضة القادمة في سنة 2017 بالعكس، واللي تشوفينه يتطرق له أكثر شيء الجيل اللي هو الحالي، بما أن الجيل صار متطلع السوشيال ميديا علمنا وايد أشياء، الإنستغرام اليوتيوب السناب شات كله خلى البنات تتطلع، وبعدين البنات صارت عملية أكثر من اللازم، فتلاقين أهدافها وتغيرت بالعكس، يعني قامت تحب هذا الميك اب وأشوفه وايد مطلوب. بس في مجتمعنا هذا مجتمع شرقي مجتمع عربي لا زال الميك اب ثقيل ثقيل الايلاينر يعني مطلوب دائما مطلوب سموكي الايلاينر، بس في توجهات جديده بالعكس حق الميك اب اللي هو نو ميك اب وايد حلو. يعني قاعد نلاحظ الحين عالم السوشيال ميديا ريم دامج ديكارسي صار عالم مؤثر، يعني قاعد ياثر في السيدات وفي البنات ايضا الصغار بشكل كبير، وصار في نوع ما يعني انا بالنسبه لي احس انه كانه هوس في المكياج، صاروا حتى في الطلعات العاديه او الصبح تركب رموش وتطلع ولا بتسوي شوبينج لازم فول ميك اب. فاحس كثره المكياج اكيد لها اضرار على البشره. اكيد، وبعدين الواحد مفروض يفصل، لان احنا في المناسبات نبي نفرق نبي شكلنا يتغير، مو معقوله اللي بنسويه يومي راح نسويه بالمناسبات. في شيء اسمه كونتور، مو معقوله كونتور بسويه كل يوم وانا طالعه وانا اضاءات اللي بحطها هم مو معقوله بحطها يوميا. أي. اكيد هو لازم يصير شكلك مختلف على حسب ظروف على حسب طلعه، مو معقول اهم ان انا بروح افنيوز ولا بطلع ولا بشوف ولا كاني حاطه ميك اب عرس، هو الايفنت يختلف الظروف تختلف، لازم افرق بين الميك اب اليومي والميك اب العادي بالنسبه لي. لا نعم. اكيد لازم اشراقتك واطلالتك تكون مختلفه بالعرس، تبين شكلك يفرق تبين الناس تشوفك مختلفة في هذا اليوم. صح. نعم. ولا لا؟ شوفي الشيء الحلو ان الوحدة تكون مقتنعة اول شيء بنفسها وبذاتها ومقتنعة بشكلها انه حلو حتى من غير مكياج علشان تقتنع بالامور الثانية هذه، يعني هذه القناعة اتوقع لازم تكون عند كل وحدة علشان تقدر يعني تعيش حياتها طبيعية من غير اي تكلف على نفسها. طيب ايضا بالصدفة هم قلتي لي قبل اللقاء انك دخلتي الى عالم جدا مميز وصعب ترى مو سهل هو المكياج السينمائي، فكلميني عن هالتجربة هذه شلون خضتيها وشلون صار بالصدفة بعد؟ هو الكلام هذا بلشته تقريبا من سنتين. نعم. بس هالسنة هذا تعمقت فيه أكثر. أنا كوني أنا كنت فنانة تشكيلية وأحب أرسم، حسيت اللي هو المكياج المسرحي أول شيء ترند صار. نعم. وايد شو أقول لك بالإنستغرام موجود بقوة. أي. بالسوشيال ميديا موجود بقوة، فشوقني للأمانة شوقني، حسيتني إن أنا برجع حق موهبتي القديمة. أي. برجع حق تفاصيل الميك اب الدقة، وبعدين النتيجة الحماس اللي يحوشك في النهاية أنت ما في، هو لأن الميك اب هذا ما في حدود تقدرين تحطين اللي تبينه. صح. قاعد نشوف إحنا لقطات. أي. وايد حبيت. انا على فكره دارسه مسرح وكان عندنا مواد مكياج. صح. المسرح. صح. فادري انا يعني ايش كثر صعب ويحتاج يعني مكياج ثقيل يعني وطبقات والرسم في دقه. صح. صح هو في ادوات معينه تستخدمينها، بس في ميكس ميديا ترى في اشياء تقدرين تستخدمينها في البيت. في شوفي دي مثل ما بالفيديو موجود اللي ذكر اكو كلينكس اكو قطن اللي يستخدمونه مع ماده اسمها ليتكس اللي هي مثل الجلو الصمغ اللي يستخدمونه حق
اللي هو طريقة اللي إذا بتسوين جروح، إذا بتسوين إسكار، إذا بتسوين كذي مثل أفكتات في الوي تساعدني. نعم. مو ضروري أشياء ترى اللي هو بروفيشنال تقدر تستخدمينها. أي. أشياء موجودة في البيت تقدرين تستخدمينها. هل هذه المواد إذا يعني تبين يعني تتعمقين في الموضوع وخلاص تتجهين لمكياج المسرح، هذه المواد حق أي خبيرة تجميل بروفيشنال متوفرة بالكويت بالنسبة لمكياج المسرح؟ طبعا متوفرة، بس أتوقع يعني إذا 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 الموضوع فيه لأ مسارح وكذي لازم الأشياء اللي تكون موجودة عندك لازم تكون بروفيشنال. يعني صح. ما استخدم قلنا كلينكس أو قطن، الأشياء اللي استخدمتها بالتوتوريال اللي نحط اللي نعرض. لا. لا أكيد الأشياء لازم تكون مختلفة شوية بروفيشنال. إذا في مشروع مسرحي أو مسرحيات أو تمثيليات أو whatever اللي يتطلب اللوك، كل ما يتطلب اللوك. نعم. نعم. حلو. شوفي سؤالي الأخير لك، يعني بالنسبة لهذا العالم هو عالم السينما، يعني أتوقع أنه هو جدا صعب أن الوحدة تحط، مو أي وحدة يعني، أنت ما شاء الله عليك أكيد درستي الموضوع هذا. أي نعم. دققتي فيه أكثر. طيب ما يالك عرض مثلا مسرحي أنك كنتي تشاركين ممكن تحطين حق الفنانين؟ في عرض قادم إن شاء الله، بس هو في طور يعني في طور التنفيذ مستقبلي. قاعد أفكر بالموضوع إن شاء الله سيريوس بشكل جدي إن شاء الله. في عرض قادم حق مسرحية إن شاء الله. يعني ما يصير يمر اللقاء ريم من غير لا نسألك شنو ألوان الموضة يعني لسنة 2017 أو المكياج اللي راح يكون الهبة هالسنة؟ أول شيء الموضة قلنا أول اللي ذكرناها قبل اللي هي نو ميك اب، هو شيء دارج نمبر 1 يعني بال 2017. وطبعا قلنا لا زال الميك اب اللي هو الثقيل متواجد وخاصه عندنا هني متصدر. اي دائما يعني حتى لو في موضه تقول انك ما تحطي ميك اب، لا بالخليج ولا بالكويت وبال يعني احنا مجتمع شرقي يحب الميك اب، لا زال يحب الميك اب وحلو عليه ملامحنا وتقاطيعنا حلو عليه الميك اب الثقيل. الالوان الالوان البرغنديه حلو، درجات البنيه اللي مايله على الاحمر، درجات اللي مايله على الاورنج، درجات اللي مايله على البينك. نعم. كلها الوان دارجه الموسم هذا حق 2017. نعم. يعطيك الف عافيه ريم، تطوع استمتعنا معك وايد الصراحه في هذا اللقاء وشجعتينا. يعني اذا الوحده كان عندها موهبه تطور من نفسها وليش لا، يعني تقدر توصل ان شاء الله. شكرا لك على حضورك وما قصرتوا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. شكرا. بكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، أنا وايد استمتعت أسمع اليوم بالحلقة، كلها ألوان وفن، أمور أكيد تخص أي سيدة قاعدة تتابعنا في شاي الضحى. يعطيك العافية فاطمة، وأكيد أتمنى من المشاهدين يكونوا استمتعوا. نشوفكم على خير باكر ونقول لكم أكيد مع السلامة.